الثالث أن تشارك الجميع في بسمة إذا جت نكتة أو طرفة، فإنه ليس من العقل وليس من المروءة أنه إذا مزح أخوك المسلم أنك تقابله أنك ما يعني ما قدرت نكتته، ولو أن تكون مضحكة، لأنه يقول غوته الألماني أن نكتة الأغنياء مضحكة لكن نكتة الفقراء ليست مضحكة. الآن الفقير يقول جاحظ إذا تكلم الفقير وكان فصيحا قال الناس هذرمة، وش أشغلنا بالكلام وبالكلام الهذيان الذي لا نفع فيه؟ فإن سكت قالوا ابتلاه الله بالبكم فلا يتكلم، فقير أعمى ويناقر، وإذا هرول قالوا شوف أهوج، وإذا أبطأ قالوا ثقيل دم، وإذا لبس جديدا قالوا سبحان الله أعمى ويناقر. الآن ما تواضع لله، فقير ويلبس يعني يتحدانا ويش يعني يظهر، وإذا لبس بهذا قال حشفا وسؤكين، جمع بين الفقر والمش، قالوا بعكس الغني تقلب تماما. فإن قال نكتة ضحك الجميع، قالوا سبحان الله ما هذا، أول مرة يسمعونها، وإن سكت قالوا سبحان الله يلقن الحكمة، وإن تكلم قالوا والله كأنه ينثر الدر، وإن مشى قالوا رزقه الله حتى في المشي همة، وإن أبطأ قالوا ثقالة كأنه جبل يتحرك كأنه جبل، لأن الناس مع المال مع الذهب والفضة لا يغرنك أنهم يتضامنون معك ويحبونك في هذا تزجية الوقت أو يعانقونك كثيرا، هم يريدون يصلون إلى أشياء الله أعلم بها.